حلقة جديدة من ترند يلا كورة، والنهاردة معنا تحليل مباراة القمة ما بين النادي الأهلي ونادي الزمالك في السوبر. طبعا مباراة لحد ما السيناريو بتاعها كان غريب جدا، ما حدش كان يتوقع النادي الأهلي ممكن يتقدم خلال 50 دقيقة بثلاث أهداف نظيفة، خصوصا بعد المستوى اللي شفنا بيه نادي الزمالك مع ميتشو خلال مباراتين نادي الاتحاد في سيمي فاينال كاس ومباراة نادي بيراميدز في الفاينال. على الناحية التانية فايلر لحد ما الناس لسه ما تعرفوش، وما حدش كان متوقع ان هو يقدر يكتسح ميتشو فنيا في الشوط الاول بالشكل اللي احنا شفناه. الشوط الاول النادي الاهلي فعليا كسب 2-0، ولكن كميه الفرص اللي اتيحت للنادي الاهلي في الشوط ده كانت ممكن تخليه يخرج كسبان 3-4-0 بكل سهوله. طيب ايه اللي خلى فايلر يتفوق على ميتشو خلال ال 45 دقيقه الاولى؟ تعالوا نفتكر مع بعض كده في حلقه ترند يلا كوره لما حللنا مباراه الزمالك وبيراميدز، وساعتها قلنا ان ميتشو الطبيعي بتاعه انه بيعمل دبل بريس وتريبل بريس على الخصم في نص الملعب، ده الاسلوب بتاعه. طيب ميتشو بدا ازاي؟ ميتشو بدا ان هو كان مقدم خط الدفاع بتاعه زي المعتاد بتاعه، بيلعب خط دفاع عالي، وبالتالي بيحاول يخلي النادي الاهلي يتخلص من الكرة في المنطقة دي. طيب ايه بقى اللي عمله فايلر عشان يخلي لعبته ياخدوا نص الملعب ويتحكموا ويستحوذوا على الكرة اغلب الوقت ويكسروا السيستم اللي عمله ميتشو؟ ببساطة فايلر كان بيخلي نادي الزمالك يضغط عليه دي نص الملعب، وكان دايما بيلعب في المنطقة اللي ما بين طارق حامد وفرجاني ساسي. طارق حامد وفرجاني ساسي في المباراة دي عملوا اكبر غلطة ممكن اي فريق يعملها على النادي الاهلي، انه كان دايما بيعملوا الدبل بريس من غير ما يعملوا فاول او ياخدوا الكورة. طيب نادي الاهلي عنده لعيب جديد اسمه محمد مجدي أفشا. محمد مجدي أفشا الوحيد اللي اقدر اقول عليه انه قدر وتمكن من تعويض النادي الاهلي عن عبدالله السعيد في ايامه المميزة مع الكابتن حسام البدري في ولاية الطلبة. مجدي أفشا ايه الميزة اللي عنده؟ انه كان دايما بيسقط ورا الاثنين دول، وحمدي فتحي وعمر السلية كانوا صراع جدا 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 في تمرير الكرة لمجدي أفشا. فكان اللي بيحصل نادي الزمالك دايما بيضغط اتنين لعيبة وفي واحد بيحلق وراهم، فكانوا دايما بيسيبوا المساحة دي وراهم، عشان كده نادي الاهلي كان دايما في الحتة دي مستحوذ على نص الملعب. حمدي فتحي كمان مش عايز انسى دوره في الكرة التانية. ايه الحاجة التانية المميزة جدا جدا اللي عملها فايلر؟ انه كان بيستغل تقدم حمدي نقاز. طبعا عارفين جبهة حمدي نقاز وشيكابالا عندها مشكلة دايما في الدفاع. طبعا جبهة دي بتلعب قدام مين؟ بتلعب قدام علي معلول ورمضان صبحي في بداية الشوط، وبعد كده الراجل راح مغير مشفت الشحات مكان رمضان عشان يقلق حمدي نقاز وما يخلوش ياخد على لعب رمضان صبحي. حمدي نقاز ايه مشكلة عنده؟ دايما كان بيروح يلاقي نفسه 2-1، وبالتالي اسهل حاجة هعمل الكروس، او لو انا اتضغط عليا هرجع الكرة لزميلي عشان هو يخترق من العمق. وبالتالي نادي الزمالك كان عامل كده زي اللي ايه عنده مشكله هنا فبيحاول يحلها من هنا، يطلع له مشكله هنا يحاول يحلها، بيجي يحل حاجه يلاقي مشكله في حته تانية. فايلر كان موزع الهجوم بتاعه ما بين الطرفين بشكل جيد. طبعا مش عايز انسى الدور المهم جدا 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 ليه احمد فتحي. احمد فتحي كان عنده دور مميز انه كان بيكمل مع الهجوم لغايه الحته دي. وفتحي عنده ميزه عن اي فول باك في مصر، ان وانس ان هو بيوصل للمنطقه دي بيقدر يرمي الكروس من هنا، وحتى احنا شفنا الكروس اللي اتلعب واللي لسه هشرحه ليه اجاي. طيب ايه ميزه بقى احمد فتحي لما كان بيعمل كروس من الحته دي؟ وجود اجاي. المفاجاه فايلر في مركز راس الحربه الصريح. طبعا ازارو كان غايب بسبب الاصابه، وكان معظم الترشيحات راحة لاتنين لعيبة. مين هما؟ مروان محسن او صلاح محسن. انا دايما اللي متابع تحليل النادي الاهلي دايما برجح ان مروان محسن ما يبدأش مع النادي الاهلي طول ما انت بتلعب بطريقة بتعتمد على مهاجم واحد. ليه؟ مروان محسن لعيب بطيء، فبالتالي الار انك تلعب بصلاح محسن. طيب فايلر فكر ازاي؟ فايلر فكر قال لك اوكي اجاي مهاجم سريع سرعته مش زي صلاح محسن مش زي ازارو، ولكن هو افضل من مروان محسن، وفي نفس الوقت مهاجم قوي في التدخلات الثنائيه. فبالتالي هو عمل لعبه بسيطه جدا شفناها كتير قوي. عملي ببساطه حتى اجاي كراس حربه صريح، وطلب من رمضان صبحي لما كان هو الليفت وينجر بتاعه انه يضم معاه
كمهاجم تاني. ليه بقى؟ عشان ياخدوا الاثنين مساكين بتوع نادي الزمالك. طيب مين بقى كان المفاجأة في الكروس لما يتلعب؟ كان محمد مجدي قفشة اللي كان في احيان كتيرة بيضم عشان ياخد الكرة التانية، وشفناه فعلا خد كورتين والكرة اللي عنده فرصة مميزة جدا جدا اللي تصدى ليها محمد عواد. ده لما احمد فتحي عمل الكروس مهم من شوية زي ما شرحت لكم من شوية من خارج قبل ما يضم لغاية منطقة الجزاء، والكرة اتلعبت وشفنا احد فرص النادي الاهلي جاية بالاسلوب ده، واتكررت في كذا كروس اتعمل، وكان رمضان صبحي بيخش هو المهاجم التالي جنب اجاييه عشان طول قامته. فايلر اكتسح ميتشو فنيا، ويتبقى طبعا اكيد التاكيد نشوف مباراه ثانيه بين الاثنين في الاسبوع الرابع للدوري، هنشوف ميتشو اتعلم ايه من المباراه دي وفايلر يغير ايه، او هيحاول ان هو يحافظ على الانتصار اللي حققه في السوبر بشكل تاني فيه.